احنا واقفين في مكان جميل قوي يعني، ده الدور ال 74 في البرج الايقوني، وشايفين بقى تحيا الصداقه المصريه الصينيه وسياده الرئيس مع الرئيس الصيني. يعني واحده من الحاجات اللي تقول لك عمق العلاقات المشتركه ما بين البلدين ايه. المهندس محمود حسين، صح كده يا فندم؟ صح. مدير السلامه والصحه المهنيه في البرج. تمام. صح كده اقول لك براجع عموما؟ لا، في البرج الايقوني. في البرج الايقوني. تمام. المنظر تحفه وراي. أكيد. ممكن حضرتك بس توضح للمشاهد كده احنا واقفين فين واللي ورانا ايه بالظبط كده؟ مفتاح الحياه، مش كده يا فندم؟ اه، مفتاح الحياه. مفتاح الحياه دي اللي احنا كنا بنصور فيه من شويه. اتفضل يا باشمهندس. اولا مرحبا بحضرتك. ربنا يخليك. البرج الايقوني، ربنا يخليك. ندي بس نبذه سريعه كده عن البرج الايقوني للناس. البرج الايقوني ده اعلى ارتفاع في افريقيا كلها. البرج ارتفاعه 385 متر و5 سنتي. الموضوع بدا من 5 سنين تقريبا، 2019، بين الشراكه بين مصر والصين. الشراكه ان شاء الله تفضل ممتده لفترات طويله، بحيث ان الشراكه ديت هتدخل استثمارات كبيره وهتعود على الدخل القومي لمصر بطريقه كويسه ان شاء الله. كويس. من حيث الاستثمارات والدولار والعمله الصعبه وفرص العمل للمهندسين والعماله وكل ده. البرج الايقوني احنا في الدور 74 ده، دي حاجه زي منصه مشاهده كده هتبقى متاحه للجميع ان شاء الله. تمام. هتطل على كل عاصمه بحيث اللي عايز يشوف اي حاجه، حي الوزراء، الاحياء كلها تبقى موجوده متاحه. يعني ده اعلى حاجه هنا في العاصمه الاداريه، اعلى حاجه في افريقيا كلها. بالتالي في العاصمه الاداريه. في العاصمه الاداريه. تمام. هو حضرتك البرج الايقوني هنا موقع مشروع السي بي دي كله متكون من 18 برج، اعلاهم البرج الايقوني اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. البرج الايقوني بيبص بيطل على هنا حي الوزراء قدامنا ومجمع البنوك وكل الاحياء وفندق الماسه ومسجد مصر، وبطل على ايه؟ على اغلبيه العاصمه الاداريه الجديده. المكان اللي احنا فيه ده متاح ليك انك تشوف كل حاجه من هنا. حضرتك هنا عندنا الابراج اللي تحت ديت، الكريسنت تاور دي. تمام. عباره عن مجمع زي نظام فود كورت وحاجات زي وفنادق وكل حاجه متاحه. الابراج اللي وراها فيه ابراج اداريه، وعلى الشمال كل التقسيمه بتاعت الابراج الاداريه. الناحيه اليمين عندنا الابراج السكنيه كلها. الناحيه اليمين دي كل الابراج اللي هي باللون الداكن شويه ده، كل دي ابراج سكنيه. عندنا فيها اطول برج سكن في افريقيا برضو، بارتفاع 200 متر او 210 متر. ده برج سكن، برج سكني مش اداري. اطول برج سكني في افريقيا. ده 52 دور وكده. تمام. حضرتك عندنا المكان اللي تحت ده مفتاح الحياه زي ما حضرتك شايف. المنطقه دي هتبقى منطقه كويسه جدا، بحيث ان هيبقى فيها ممشى لو حد مثلا زائر، حد مثلا اسره، حد مثلا عنده ميتنج، الكلام ده كله سياحي. هيبقى عنده وقت ان هو يقعد فيه هنا براحته. تمام. ال 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 الحاجه اللي انت عايز تقولها للمشاهد ببساطه كده في المنطقه اللي احنا يعني احنا بس، هل دي قاصره على الناس اللي معاها فلوس بس، ولا ممكن المواطن العادي يجي ويتمشى؟ المكان هيبقى فيه اماكن تجاريه كتير، يعني اي حد ممكن يجي فيه، زائد ان في فنادق. ان ممكن اي حد يجي. زائد الناس ما تمشيش ورا الافكار اللي مشاعه على السوشيال ميديا والكلام ده كله. لان كل واحد بيتكلم من ورا شاشه، هو مش عارف هو بيقول ايه، ما جاش شاف بعينه. الله ينور عليك. الناس لما بتيجي هنا بتنبهر باللي احنا وصلنا له المرحله دي. اي فرد، سواء مثلا عامل، سواء مهندس، سواء زائر، سواء اي حد بيجي بيشوف الوضع هنا، وشايف ان الموضوع مش هيبقى مقتصر على قد الناس اللي هي مع فلوس. اللي معاه فلوس والاجانب والكلام. لا عادي. اي مكان هنا ممكن تدخله عادي. في مطاعم هتبقى متاحه للجميع والكلام ده كله، وممشى للجميى، وممشى للجميع طبعا. واللي عايز يقضي يوم صورته هنا اكيد طبعا، مفيش مشكله. الموضوع مش هيبقى مقتصر على فئه معينه من الناس. الموضوع هيبقى لكل الناس ان شاء الله يعني في المستقبل. باشمهندس محمود انا بشكرك، وربنا يزيد من امثالك ويكتر. وانا مبسوط ان انت بدات التعاون ما بين مصر والصين. تتمنى ان هذا التعاون يمتد، لانه مصلحه للبلد. ما دام في مصلحه للبلد احنا طبعا مع مصلحه البلد وكده. شكرا باشمهندس. شكرا حضرتك. اتفضل باشمهندس.